Bonjour les élèves, comment ça va? Notre leçon pour aujourd'hui est la multiplication. صباح الخير أصدقائي. درسنا اليوم هو عن مضاعفات الرقم 4. بس قبل ما نبلش درسنا، بدي أنصحكم نصيحة بخصوص فيروس كورونا. بدي أطلب منكم ما تزوروا أماكن فيها كتير عجقة، لأنه الاختلاط بيؤدي لانتشار الفيروس بشكل أسرع. هلا بدنا نعمل هيدا الاكزرسيس مع بعض. في عنا شاب اسمه سامي، نزل سامي على السوق واشترى 8 صناديق مشمش. سعر الصندوق الواحد 4 ليرات. صندوق الواحد سعره 4 ليفي. واشترى 6 صناديق خوخ. كمان سعر الصندوق الواحد 4 ليفي. أخيرا اشترى 5 صناديق كرز. سعر الصندوق كمان 4 ليرات. كيف بدنا نعرف سعر الصناديق اللي اشتراها سامي؟ بهالطريقة، نحن اشترينا 8 صناديق صندوق ب4 ليرات، يعني 4 فواويت إيكال 4 بلس 4 بلس 4 بلس 4 بلس 4 بلس 4 بلس 4. هون عدنا الأربعة 8 مرات إيجال 32. بنفس الشيء بالنسبة لصناديق الخوخ، هو اشترى 6 صناديق خوخ، سعر الصندوق 4 ليرات، فبصير عنا 4 فواسيس. فاحنا هون عدنا 4 6 مرات، يعني 4 بلس 4 بلس 4 بلس 4 بلس 4 بلس 4 إيجال 24. أخيرا لنعرف سعر صناديق الكرز، اشترى 5 صناديق كرز، سعر الصندوق 4 ليرات، فبصير معنا 4 فواسع. بنعيد الأربعة 5 مرات لحتى نعرف قديش سعر صناديق الكرز. 4 بلس 4 بلس 4 بلس 4 بلس 4 إيجال 20. وهلا صار وقت نعرف قديش دفع سامي حق هالصناديق كلها. هو اشترى 8 صناديق مشمش طلع حقهم 32 ليفر، واشترى 6 صناديق خوخ طلع حقهم 24 ليفر، واشترى 5 صناديق كرز طلع حقهم 20 ليفر. إذا بدنا نعرف قديش دفع سامي حق كل هالصناديق، بدنا نجمع 32 بلس 24 بلس 20، واللي بنعملها بهيدي الطريقة. 32 بلس 24 إيجال 4 بلس 2 6 2 بلس 3 5 بلس 20 اللي هو سعر الصناديق الكرز إيجال 6 بلس 0 6 5 بلس 2 7. يعني بيطلع حق الصناديق كلهم 76 ليفر لبناني. أرفوار ميزامي، إلى اللقاء أصدقائي بحصص تانية مفيدة أكثر وأكثر.